اقول بسم الله الرحمن الرحيم كده يا جماعه وهفتح العشه. انا حرفيا يا جماعه ما بفتحش العشه بتاع الحمام غير لما اجي احط لهم شويه علف. انا طالع الصبح اهوت قبل ما اروح الكليه بفطر الطيور وبعلفهم. شميت ريحه وحشه قوي يا جماعه خارجه من عشه الحمام، ريحه حاجه والله العظيم استغفر الله العظيم بجد. يعني انا شكيت ان الفار اللي انا كنت سامه وقع ومات فيها وانا نسيت اطلع او اي حاجه، لان انا ما افتحهاش غير كل 3 ايام او 4 ايام كمان، تمام؟ لان انا مش فاضي بصراحه من الجامعه وهي كده كده مفتحه من فوق والحمام بيخرج ياكل ويشرب مع الطيور اللي بره. شميت ريحه وحشه جدا يا جماعه، وبجد لما فتحتها اتصدمت من المنظر اللي شفته. الفيديو ده يا جماعه مهم جدا لاي حد بيربي حمام او اي حد حتى بيربي طيور، لان الموضوع ده ممكن يحصل له وبجد بجد لازم تخلوا بالكم. سيرش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو ده، نسبه كبيره جدا منكم يا جماعه كبيره جدا بتشاهد الفيديو للاخر وبتنسى ان هي تعمل لايك. ما تنسوش تعملوا لايك حتى لو الفيديو ما عجبكمش، اعملوا ديسلايك. يلا بينا يا جماعه نشترك في قناتنا يوميات في مزرعتي لو مش مشتركين، ونعمل لايك للفيديو ونروح نشوف ايه اللي كان عامل ريحه وحشه جدا في عشه الحمام. بس قبل ما نروح هنتعرف على انواع الطيور اللي موجوده على السطح، ولو حد عايز يشتري منها اي حاجه يكلمني في التعليقات. زي ما انتم شايفين كده انا لسه طالع اهو الصبح. الطيور يا دوبتك رمت لهم البرسيم بس كده، رمت ربطه برسيم واحده لسه ما قطعتهاش ولا اي حاجه. طبعا يا جماعه الناس اللي متابعه قناه يوميات في مزرعتي من زمان مشرفيني ومنوريني، والناس اللي لسه جديده برده مشرفيني ومنوريني. طبعا يا جماعه المتابعين بتاع زمان عارفين الديك الاحمر ده الديك الرومي التركي، بسم الله ما شاء الله يا جماعه ربنا يا رب يبارك فيه. اهو الديك الاحمر ده الديك الرومي التركي، وانا اعرف يا جماعه الشخص اللي عنده، بس هو حاليا ما عندوش، يعني حاليا في الوقت ده ما عندوش لا كبير ولا صغير، فان شاء الله لما يكون عنده هبقى ابلغكم. وانا برضو والله ما عندي. وده طبعا الرومي الاسود. الرومي الاسود ده يا جماعه متوفر انا عندي منه الحمد لله بكل الكميات وكل الاعمار لو حد عايز منه. السيلفر اللي ورا ده يا جماعه مش موجود حاليا دلوقتي برضو. والارنب والوز اهو، والبط البلدي والبط الخليط بلدي على مسكوفي، والفراخ البلدي. لو حد عايز يشتري اي حاجه يا جماعه من انواع الطيور اللي موجوده على السطح دي الحمد لله موجوده، مفيش غير الروم التركي، وان شاء الله هيكون موجود قريب. تمام، عشة الحمام هناك يا جماعة، والحمام واقف فوق العشة زي ما بقول لكم ان الحمام بيطلع ياكل ويشرب من الفتحات. شايفين اهو الحمام اهو يا جماعة بتاعي، بسم الله ما شاء الله. طبعا هو الحمام ده يا جماعة الناس اللي بتسأله هو خليط رومي على بلدي مش بلدي، وكانوا جوزان قليلين والحمد لله. طبعا هما بيطلعوا من الفتحات والعشة بتاعتهم اهي. هنطفي بقى يا جماعه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونيجي نفتح بسم الله الرحمن الرحيم كده يا جماعه وهفتح العشه. انا حرفيا يا جماعه ما بفتحش العشه بتاع الحمام غير لما اجي احط لهم شويه علف البط ده، بحط لهم من فتره للتاني لان هو بجد كويس جدا، بيسمن الزغاليل لو في زغاليل، وكمان بيزود الوزن. طبعا يا جماعه والحمام انا بعت منه شويه والباقي بره زي ما شفتوا، مش موجود هنا غير اللي هو رائد على البيض. طبعا يا جماعه والله العظيم لكم ان تتخيلوا الريحه اللي انا شاممها عامله ازاي. طبعا انا هدخل دلوقتي احط لهم الاكل. طبعا يا جماعه دخلت اهو حطيت لهم العلف في العلافه، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر. هوريكم طبعا بقى يا جماعه شايفين بقى الكارثه، الكارثه والمصيبه اهي اللي انا بتمناهم من ربنا. تعالوا بس كده الاول نجيبهم خلوهم ياكلوا كده قبل ما اوريكم اللهوه، نشوف الخير الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه دي اول حاجه معانا بيضه اهي اهي، بسم الله ما شاء الله بطين، وكان هنا في بطين يا جماعه، وفي بيضه اهي، وفي بطين هنا برضه اهم، مش عارف ظاهرين ولا لا اهو. تعالوا بقى يا جماعه نشوف ايه الكارثه. الحمامه دي ابوها وامها لسه ما فطرهاش فعايزه تاكل. شايفين شايفين عايزه تاكل. شايفين بقى يا جماعه اختها ماتت، طبعا مش من قله الاكل ده، انا هوريكم لكم ان تتخيلوا الريحه. شايفين يا جماعه اختها راسها متاكله ازاي، شايفين متاكله متاكله يا جماعه. الفار انا اللي كنت فاكر ان الفار هو اللي مات، طلع الفار واكل الحمامه. طبعا يا جماعه هم جيعانين، اختها جيعانه عشان لسه ما فطرتهمش ولا لسه حطت اكل بره للطيور اللي بره، لحد يقول ان دي ماتت من الجوع. اكبر دليل ان حوصلتها فيها اكل اهي، فيها عيش وكل والدشيش الناعم اللي انا برميه للطيور بره. شايفين يا جماعه ميته الزفت الطين الفار واكل دماغها، واكل دماغها يا جماعه، واكل دماغها اكل.
جماعه انا بجد نفسي في حل للفار ده، يعني انا تعبت انا تعبت. هو بيقولوا يعني بيقولوا ان الفيران والحاجات دي كلها حسد، بتكون حسد للحمام. انا والله يا جماعه كان عندي كميه حمام مهوله، حتى ما كنتش بعرضها على اليوتيوب. وقبل ما اعمل اليوتيوب والله، قبل ما افتح قناتي يوماتي في مزرعتي بفتحها بقالها سنه بالظبط. قبل ما افتحها كان عندي كميه حمام مهوله، كميه حمام ما حدش يتخيلها والله العظيم. لو قلت لكم اكتر من 150 فرده او 200 فرده هتقولوا انت بتهزر او انت بتكذب او انت بتبالغ. والله يا جماعه كان كميه حمام رهيبه ما شاء الله. يعني شايفين هو ده اهو الفار، وجسمها مزرق. اكبر دليل يا جماعه ان هي معوقه، طبعا الريحه وحشه جدا. وطبعا هو سممها، انا هطلع ارميها عشان الريحه وحشه جدا، وهحاول اطلع بره برضو علشان الحمام يجي ياكل العليقه ويجي يوكل بنته. ودي ما عنديش غير هي الزغلوله دي بس، وزي ما انتم شايفين كده جيعانه، هطلع ارمي. يا جماعه شايفين بداوا ياكلوا اهم في العلفه. والله يا جماعه قسما بالله حطت له سم وحطت له حاجات كتيره جدا، بس بجد مش لاقي له حل. يعني انا مش لاقي حل خالص للفار ده، اللي هو الفار العادي يا جماعه بتاع المجاري. واحنا في الدور السابع، يعني الدور السابع والعش اهي. شايفين الحمام هتدخل من هنا؟ عايز اقول لكم ان الحمام بيطلع ويدخل اهو، شايفين ما شاء الله كله برضو بيقف تحت وبيجي ان هو يدخل كده من الحتت. وطبعا يا جماعه انا عايز اسد الخرام دي بتاعت العشه. هو الغراب كان خارم منها اصلا الخرام، هي كلها محبوكه في شله الخرمان اللي انا فاتحهم بس عشان الحمام يدخل ويطلع منه. وللاسف يا جماعه مش هينفع اسده، علشان عايز الحمام يدخل ويطلع كده عشان يبقى كويس. وبصراحه كان نفسي ايه اللي هي القناه يعني يكون فيها حمام وكده، والحمام بيطلع ويدخل زي الاسطح اللي احنا بنشوفها. لكن للاسف الغراب مش سايبني احقق امنيتي خالص خالص خالص. يا جماعه شايفين الحمامه هتنزل اهي؟ عايز اوري لكم الحمامه البيضاء وهي هتسقط تحت. انزلي، هتنزل. ما شايفين الحمام اللي تحت بياكل؟ هي هتنزل زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. والطيور اهي، وانا بقول لكم انا السطح في الدور السابع، السطح في الدور السابع يعني عالي جدا، ومفيش مجاري ولا اي حاجه حواليا. في خليجه، هو في خليجه، الخليجه دي يا جماعه اللي هي بتكون في الاراضي الزراعيه، تمام، علشان البيت عند الاراضي الزراعيه. بس برضو يا جماعه مش لدرجه ان هو هيطلع للدور السابع. فبجد بجد يعني لو حد عنده حل، حطيت مصيده، حطيت سم، حطيت لزقه، حطيت حاجات كتير جدا يا جماعه، مفيش حل. لو حد عنده حل للفار ده ارجوكم يقول لي عليه. بجد بجد انا خايف برضو على الطيور الباقيه، لان هو لا هيخلي بطه ولا هيخلي وزه ولا هيخلي روميه ولا هيخلي اي حاجه. انتوا شايفين واكل دماغ الحمامه ازاي؟ وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، واسف ان ممكن اكون زعلتكم، بس ان شاء الله انتظروا فيديوهات كتير جدا عن الحمام كويسه.